تواصل الدولة جهودها الدؤوبة للنهوض بالقطاع الصحي في جميع محافظات مصر، وعلى رأس تلك الجهود تطوير المستشفيات في القرى والمراكز بصعيد مصر، ومنها تطوير مستشفى الإيمان بأسيوط. مستشفى الإيمان العام بالأربعين بأسيوط أحد أكبر المستشفيات الحكومية بصعيد مصر، شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها ببعض أقسام المستشفى بحي غرب بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه. أعمال التجديدات في مستشفى محافظة أسيوط تهدف لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى. تم زيادة بعض الأقسام في المستشفى واستحداثها. احنا في مولد أكسجين بقدرة 100 متر مكعب في الساعة، ده بيولد أكسجين 100 متر مكعب في الساعة، بيغذي جميع أقسام المستشفى وجميع أقسام العنايات بالمستشفى. تم زيادة عدد سرير المستشفى إلى 248 سرير. تم زيادة عدد سرير العنايات بالمستشفى إلى 43 سرير بقوة 23 جهاز تنفس صناعي. الحمد لله تم إنشاء وحدة طب جنين، ودي تقريبا الوحدة الوحيدة اللي موجود في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الصعيد. بنستقبل تقريبا حوالي من 40 ل 50 عيانة شهريا دلوقتي للكشف المبكر عن التشوهات والعيوب الخلقية في الأجنة، وإن شاء الله قريب جدا هيبقى فيه تدخلات للعلاج داخل رحم الأم. بيشرف على الوحدة ناس من أعضاء التدريس في مستشفى جامعة أسيوط، وابتدينا نكون كوادر دلوقتي قادرة تقوم بالواجب ده والدور ده في المستشفى عشان الوحدة تبقى مستقلة تماما وتابعة لوزارة الصحة. ويعتبر ما حدث في المستشفى من تطوير إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. الدولة تسعى إلى تطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.